جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع عبد الرزاق محمد ادم من جمهوريه تشاد، بعث يقول: انا رجل متزوج واتفقت مع زوجتي لمده عامين ارجع بعدها، ولكن لظروف ما ولكسب المعيشه لم تسمح الظروف بالعوده في المده المتفق عليها، فهل علي ذنب في ذلك؟ اذا كان عدم رجوعك الى زوجتك هذه المده الطويله لعذر منعك من ذلك فلا حرج عليك، لكن عليك بمراسلتها والاعتذار منها ووعدها بالرجوع إليها إذا تمكنت من ذلك، من أجل أن تقتنع وأن تسامح. هذا هو الأحسن والأفضل، أن تراجعها إما بمراسلة أو بمهاتفة بالهاتف وتخبرها بالواقع حتى لا يكون في نفسها شيء عليك. والعذر يمنع من الرجوع الذي ذكرته، إما ضيق المعيشة وإما عدم تيسر وسائل النقل أو ما أشبه ذلك، هذا عذر شرعي. نعم.